التفاصيل حول متغيرات مؤشر الدولار الأمريكي وتأثيره على الأسواق العالمية ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان المحلل المالي والاقتصادي السيد سركيز نزار. فأهلا ومرحبا بك معنا سيد سركيز. سيد سركيز، لاحظنا مؤخرا هبوط مؤشر الدولار لمستويات ربما لم تشهدها يعني الأوساط الاقتصادية في أوج أزمة جائحة كورونا العام الماضي، بماذا تفسر ذلك؟ الانخفاض الكبير الذي حصل في الدولار الأمريكي بدأ منذ شهر 3 من عام 2020، حيث أن الدولار الأمريكي مع بداية الجائحة شهد ارتفاع، وكان ذلك الارتفاع بسبب طلب الدولار الأمريكي للمفاجأة التي حصلت من تراجعات حادة وكبيرة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، مما دفع العديد من الجهات للتوجه نحو عمليات جني أرباح واسعة صبت في صالح الدولار. لكن منذ شهر 3 عام 2020 بدأ الدولار مرحلة من الانخفاض القوي، حتى أن الانخفاض وصل على مدى عام 2020 وخلال بداية 2021 إلى حوالي 13% من سعر صرف الدولار كمؤشر دولار أمريكي. وجاء هذا الانخفاض بسبب تفضيل المتداولين البحث عن أصول أخرى غير نقدية. فالدولار الأمريكي من المعروف أنه عملة النقدية الأولى في العالم في الاحتياطيات أو في المحافظ الاستثمارية، ومع خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لمستويات متدنية قياسية، ومن ثم قيام الفيدرالي الأمريكي بضخ سيولة هائلة للأسواق، تبعته أيضا الحكومة الأمريكية بضخ سيولة بأكثر من 4 تريليون دولار خلال عام 2020، كل هذه الظروف اجتمعت لتدفع المتداولين نحو البحث عن استثمارات رغم مخاطر فيروس كورونا أثناء عام 2020. فلاحظنا أنه انخفض الدولار وبدأت مؤشرات الأسهم بالارتفاع، حتى عندما تم إثبات دخول الاقتصاد الأمريكي في أسوأ ركود قياسي له منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا ماذا يدلنا؟ يدلنا بأن الإيداعات وأيضا الاستثمار في الأدوات ثابتة العائد كالسندات الأمريكية كان غير مجدي، وبذلك توجه المتداولون للبحث عن أصول أخرى، وارتفعت أسواق الأسهم وعديد من السلع خاصة خلال النصف الثاني من عام 2020، مما أدى إلى ضغوط كبيرة جدا على الدولار الأمريكي دفعته للانخفاض. نعم. كما أشرنا بحوالي 13%. نعم. حاليا نشهد القليل من الارتفاع في الدولار الأمريكي، ولو ربطنا سبب هذا الارتفاع في الدولار الأمريكي سوف نلاحظ في الأسواق المالية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمد الصفقة 10 سنوات. وهو ما نسأل عنه الآن سيد سركيز، يعني عوائد السندات الأمريكية. نعم. لأعلى مستوى في 11 شهر، يعني ذلك بدعم من بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في نيويورك لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال الشهر الجاري. إذن ما الذي يضغط على الدولار؟ الآن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية شهد الدولار الأمريكي بعض الارتفاع، لكن لننظر الآن إلى مستوى التضخم في الولايات المتحدة. بحسب مؤشر سعر المستهلك فالتضخم 1.4% بحسب آخر القراءات. أما الفيدرالي الأمريكي أما بالنسبة للمقياس الذي يستخدمه الفيدرالي الأمريكي وهو مؤشر PCE، فحاليا يبلغ مؤشر PCE الذي يستخدمه الفيدرالي 1.5%، وهذه المستويات تعتبر منخفضة نسبيا وتشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في سياساته التحفيزية لفترة مطولة من الزمن. لكن في نفس الوقت العوائد التي تحققها سندات الخزانة الأمريكية حتى لعائد 10 سنوات ما زالت ما دون حتى هذه اللحظة ما دون مستوى التضخم. ماذا يعني ذلك؟ السندات حاليا لا تحمي من انخفاض القدرة الشرائية للنقد، لا أقصد هنا كسعر صرف الدولار الأمريكي، لكني تحديدا أقصد هنا أن القدرة الشرائية للدولار مهددة بالانخفاض خاصة خلال النصف الثاني من هذه السنة، لأن التوقعات في أغلبها تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما سوف يستمر حتى ولو كان بشكل طفيف. لكن هنالك نقطة مخاوف ارتفاع التضخم، حتى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتحديدا جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أشار إلى توقعاته بارتفاع التضخم. ومنذ أن غير الفيدرالي الأمريكي طريقة رقابته للتضخم واستهداف متوسط للتضخم بدل استهدافه لنقطة واحدة هي 2%، أصبح الآن يستخدم متوسط 2%، وهذا بالتالي يعني بأن التضخم من الممكن أن يرتفع أكثر من 3%، وهذا قد يضر أيضاً في الدولار الأمريكي. إذن توقعات مزيد من التضخم، هل من المتوقع أن يشهد الدولار مزيداً من الانخفاضات؟
وخاصة إذا ما أقرت خطة الرئيس بايدن يعني حول فكرة الدعم بتريليوني دولار، يعني هل من المتوقع أن نشهد مزيد من التراجع؟ اسمحي لي أن أقسم حركة الدولار المحتملة على المدى القصير والمتوسط وعلى المدى أيضا الطويل. فعلى المدى القصير والمتوسط ربما سنشهد بعض التذبذبات وربما القليل من الارتفاع الذي لا أستبعد أن يستمر لبضعة أيام أو ممكن أسبوع على الأكثر، لكن على المدى الأبعد وخصوصا كما تفضلت بوجود حزمة تحفيزية ننتظرها حتى الآن من الحكومة الأمريكية قد تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، بينما بعض البنوك والشركات الكبرى تتوقع ب 1.5 تريليون دولار. هذه قد تكون ضاغطة على الدولار الأمريكي على المدى الطويل، خصوصا وأننا أمام احتمالية واضحة أشار لها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن مستويات الفائدة المنخفضة والسياسات التسهيلية النقدية قد تستمر لفترة مطولة لحين استقرار أسواق الوظائف وأيضا ارتفاع التضخم، وبالتالي بقاء هذه الظروف قد تضغط على الدولار وتجعله ينخفض أيضا مقابل سلة العملات بسبب كون الدولار الأمريكي هو العملة الأولى في العالم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للنقد قد ينعكس بأكبر شكل على الدولار الأمريكي ويخفض الطلب على الدولار حتى مع الارتفاع الذي حصل في عوائد السندات والتي لن تغطي مخاطر ارتفاع التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للنقد. فبمختصر الكلام عن توقعات الدولار الأمريكي على المدى القصير، لابد أن نشهد بعض التذبذب كعمليات جني أرباح تحصل هنا وهناك كما شهدنا يوم أمس من انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية وأيضا بعض الانخفاض في السلع مثل حتى التي شملت أسواق المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين. هذا كله يصب في صالح الدولار الأمريكي بشكل مؤقت، لكن على المدى الأبعد قليلا فاحتمالات الانخفاض ما زالت قائمة إن كنا نتحدث عن القدرة الشرائية أو كسعر صرف للدولار مقابل سلة العملات الرئيسية. طيب أنتقل معك سيد نزار إلى ملف يشغل الكثير سواء من المستثمرين أو حتى من يدخرون أموالهم. المتعارف عليه أن الذهب له علاقة عكسية بالدولار، ولكن لوحظ مؤخرا بأن يعني خلال اختلاف يعني هناك خلل أو في هذه العلاقة انخفاض لسعر الذهب يقابله أيضا تراجع في سعر الدولار، بماذا تفسر ذلك؟ بالفعل هنالك حصل أستطيع أن أسميه اختلال في معامل الارتباط بين حركة أسعار الذهب والدولار الأمريكي وسعر صرفه مقابل سلة العملات الرئيسية. هذا الاختلال في معامل الارتباط سببه الرئيسي هو مستجدات جديدة لم نشهدها سابقا من سياسات البنوك المركزية، هذا أولا، لكن هنالك موضوع ضروري يجب النظر له وهو أن المؤثرات في أسعار الذهب يقع الدولار الأمريكي فيها في الدرجة الثالثة وليس في الدرجة الأولى. فالمؤثر الأول في تحركات أسعار الذهب هي توقعات مستقبل البنوك المركزية في العالم وأسعار الفائدة وفوائد الإيداع التي تنعكس عن سياسات البنوك المركزية، وحاليا البنوك المركزية في مستويات فائدة منخفضة جدا قياسيا، أتكلم عن الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، منطقة اليورو وبريطانيا وغيرها. الدرجة الثانية في التأثير على أسعار الذهب هي الصناديق المتداولة المدعمة بالذهب، وهذا هو بيت القصيد في هذه المرحلة. فعمليات جني الأرباح التي حصلت منذ لامس سعر الذهب مستويات قريبة من 2075 دولار للأونصة بدأ منها تصحيح هابط، متى؟ عندما بدأ المتداولون يشكون في تأخير خطط تحفيزية أمريكية جديدة في وقت توقف فيه الفيدرالي الأمريكي وكثير من البنوك المركزية عن إقرار حزم تحفيزية جديدة وحافظوا على الحزمة التحفيزية السابقة، هذا ما أشعل بداية الموجات التصحيحية الهابطة. وهناك موضوع آخر هو بداية خلال شهر 11 و12 من عام 2020 هو الانخفاض في طلب الذهب استهلاكيا من عديد من الدول، أذكر منها على سبيل المثال الهند والصين. وأخيرا مع تزايد الضغط الهابط على الذهب دخلت هنا المضاربة التي بدأت في جني أرباح. وأيضا هناك ملاحظة يجب النظر لها أيضا بأن هنالك علاقة توطدت ما بين حركة أسعار الذهب إن كانت ارتفاعا أو انخفاضا مع تحركات أسواق الأسهم إجمالا في العالم، ولا أتكلم فقط عن الأسهم الأمريكية لكن بشكل عام في العالم. عندما تقوم المحافظ الاستثمارية في طلب الأسهم أو طلب أصول ذات عائد مرتفع تقوم بتدعيم هذه المحافظ الاستثمارية لحفظ القدرة الشرائية للأرباح من خلال أحد الأصول مثل الذهب، وعندما
تنخفض مؤشرات الأسهم، نلاحظ تزايد الضغط الهابط على الذهب، وهذا تحديدا ما حصل يوم أمس. لاحظنا انخفاض مؤشر داو جونز ستاندرد أند بور وعديد من المؤشرات حول العالم من مستويات قياسية، وبدأ عندها الدولار الأمريكي بالارتفاع بسبب طلب لجني الأرباح، وتأثر الذهب بذلك أيضا سلبا. فهذه العلاقة الرائعة التي نستطيع مراقبتها ما بين تحركات أسعار الذهب وتدفقات السيولة نحو أسواق الأسهم هي المسيطرة. الآن في موضوع مهم جدا أيضا يجب النظر له، هنالك تنويع وتوجه للمتداولين للبحث عن استثمارات في داخل الأسواق. فالانخفاض الذي حصل في أسواق الأسهم ارتكز على شركات كبرى، لكن أيضا بعض الشركات التي تتعلق في النمو وتوقعات النمو الاقتصادي تشهد بعض الارتفاع، حتى أن الشركات المرتبطة في قطاع الطاقة شهدت بعض الارتفاع أيضا. لكن بشكل عام نحن نتكلم عن إجمالي الأسواق المالية عالميا، وهذا ما سبب أيضا مزودا من الضغط على الذهب، خصوصا عندما تم كسر الحاجز النفسي $1,800 للأونصة. أريد هنا الاستشهاد في بعض التوقعات التي صدرت حديثا من بنك أوف أمريكا. حتى هذه اللحظة يتوقع محللو البنك بأن متوسط سعر الذهب خلال هذه السنة 2021 سيكون أعلى من $2,000 للأونصة الواحدة. لكن لفت نظري ضمن التقرير مقولة تم الإشارة فيها، وهي الرياح المعاكسة. الرياح المعاكسة المقصود بها التضخم. لننظر الآن بشكل سريع إلى التضخم حول العالم. في اليابان سالب 1.2%، في الصين 0.3 بالسالب أيضا في المئة، في أوروبا 0.9، بريطانيا 0.7%، وهذا كله يجعلني أرى بأن التضخم الحالي ما زال منخفض، وهذا أيضا عامل يدخل في الرياح المعاكسة التي أثرت على الذهب. لكن مع التوقعات المستقبلية في ارتفاع التضخم لعديد من الأسباب، وأهمها توقعات تعافي الاقتصاد العالمي مع وجود خطط تحفيزية هائلة حكومية وأيضا من البنوك المركزية، فهذا قد يبقي على الاتجاهات الصاعدة على المدى المتوسط والطويل على الذهب، مع عدم استبعادي على المدى القصير أن تستمر حالة التذبذب ضمن نطاقات وربما مع بعض الميل للانخفاض، متأثرا بالمتغير الثالث في التأثير وهو الدولار الأمريكي الذي قد ارتفع تقريبا على مدى هذا الأسبوع بشكل طفيف، وهذا ما أثر أيضا على الذهب. لكن بما أننا نتحدث عن توقعات دولار أمريكي ضعيف على المدى المتوسط والطويل، وهذا قد يكون أيضا داعم لتحركات أسعار الذهب الصاعدة على هذه النطاقات الزمنية. طيب، إذا كان على المدى المتوسط والطويل هناك توقعات بارتفاع لأسعار الذهب عالميا، على المدى القصير إلى أي مدى من الممكن أن يتراجع سعر أوقية الذهب في الأيام القادمة؟ الآن بما أننا نتكلم على المدى القصير، فهنا يجب أن أستشهد في أصول تحليلية أخرى غير أساسية. فالتحليلات الأساسية في العادة تؤثر على المدى المتوسط والطويل، لكن عندما نتحدث على المدى القصير هنا سوف تدخل المضاربة. وبما أننا ندخل في المضاربة، فبالتالي سأستخدم نظريات تحليل فني تصف الحركة السعرية الحالية. من المحتمل في حال بقيت أسعار الذهب ما دون مستوى $1,820 للأونصة، ويفضل تحت 1800، فربما سنشهد محاولة لملامسة مستوى القاع المتحقق مؤخرا حول 1760، والذي لو تداول سعر الذهب ما دونه فربما سنشهد نطاقات ما بين 1720 إلى $1,740 للأونصة الواحدة. هذه مستويات تقريبية خضعت بحسب أصول التحليل الفني، إن كان بالنظريات تشارلز داو أو غيرها من النظريات. لكن ليس ضرورة أن تكون تلك إشارة إلى ضغوط هابطة حقيقية، بل تعتبر كما أشرت في البداية هي مجرد تصحيحات وظروف مؤقتة. فتوقعات حتى العديد من الجهات في البنوك الكبرى في العالم وشركات التحليل في العالم تظهر بأن التوقعات الإيجابية الصاعدة ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة، ما لم تظهر مستجدات جديدة. وهذا يعني الانخفاض نحو مستويات ما بين 1760 وحتى 1720 كلها في الأصل تقع ضمن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية للذهب، والتي بدأها منذ شهر 3 العام الماضي 2020. طيب سريعا سيد سركيز، هناك من يقول بأن هناك توجهات من شركات عالمية لسحب البساط من تحت الذهب وتوجيه هذه الاستثمارات إلى ملاذات أخرى، هل تتفق مع هذا الرأي وهذا الطرح؟
الآن شهدنا خلال الفترة الماضية العديد من هذه الحالات، مثل ما حصل في كمضاربات في أسعار الفضة وغيرها من الأسهم مثل جيم ستوب وغيرها. لا أستطيع استبعاد هذه الحالات أن تحصل مرة أخرى، وإن حصلت على الذهب في الاتجاه الهابط فربما سوف تكون مؤثرة بالفعل في حركة أسعار الذهب، لكن هذه المضاربات وسحب البساط إن أردنا القول بهذا الأسلوب فقد يؤثر على المدى القصير فقط. يعني ممكن نشوف هذا المدى القصير على مدى أسابيع فقط، على شهر على الأكثر، لكن بشكل عام التدفقات النقدية الثابتة هي من تحرك الأسعار على الأنظمة الزمنية المتوسطة وطويلة الأمد. فإن حصل ذلك فباعتقادي شخصيا سوف تكون مؤثرة فقط لفترة قصيرة قبل أن نشهد عودة التأثيرات الإجمالية لصناديق التحوط والصناديق المتداولة التي طالما دفعت أسعار الذهب للارتفاع منذ أواخر عام 2019، وليس فقط من 2020 أو 2021 لكن منذ أواخر عام 2019. طيب، نصائح نود أن توجهها لمن يتابع الآن سيد سركيز، من يحتفظ بالدولار الآن ماذا يصنع به؟ لا يمكن أن نقول أن نتخلى عن الدولار، فالدولار هو النقد الأول في العالم، والدولار مرتبط في عديد من العملات. إن كنا نتحدث عن الوطن العربي فهو مرتبط في عديد من العملات الأخرى، لكن إن كنت أريد أن أقدم أي توجه نحو ماذا سنفعل مع مخاطر انخفاض القدرة الشرائية، التنويع في الاستثمارات هو أهم ما يمكن فعله في هذه الظروف، على مستوى شخصي، على مستوى شركات، أو على مستوى استثمارات ومحافظ استثمارية كبرى. حفظ القيمة الشرائية هو الأساس، فما نستطيع اليوم شراؤه بمئة دولار قد نحتاج العام المقبل إلى 120 دولارا حتى نشتري نفس الكمية. وهذا يعني التوجه للبحث عن استثمارات داعمة للقدرة الشرائية مهما كان نوعها. هنالك العديد من الاستثمارات، إن كانت في أسواق الأسهم، أيضا في أسواق الصرف، وحتى في الاستثمارات المباشرة الداخلية إن كانت على مستوى الدول في الوطن العربي أيضا فهي أيضا تعتبر فرص استثمارية، خصوصا وأن العديد من الشركات هنالك بصراحة أسعار سوقية منخفضة جدا جاذبة للاستثمارات، وهذا كله قد يكون أيضا جيد لحفظ القدرة الشرائية. لا أقول نتخلى عن الدولار أو عن العملة النقدية، لكن ندعم ذلك من خلال حفظ القدرة الشرائية. شكرا جزيلا لك سيد سركيز نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، على وجودك معنا لهذا اليوم وهذه المعلومات التي أفدتنا بها.